عليه أن يرجع إلى العلماء الربانيين، لأن الله عز وجل مدحهم، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والأسئلة أحيانا يسأله الصحابة ويسأله المشركون، وكان عليه الصلاة والسلام يجيب. ومن الأسئلة التي جاءت في القرآن يسألونك عن الساعة، اليهود والنصارى والمشركين بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك يسألونك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب. وفي هذه الجزئية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا هو يسأل الصحابة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أستجد الأول تقول له أنت تعرف أكبر جريمة؟ يقول لك هاي عارفة البنغو، وده ما فاهم حاجة. واحد تاني أكبر الكبائر، يقول لك والله أكبر الكبائر أن الشعلين، لأنه نشروا منه 500,000 في سوق الشعب ودرمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أفضل البشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك في ذلك، فهم أفضل خلق الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا ولا يا رسول الله. قال الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. قال وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا يا ليته سكت. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالكبائر. وفي هذا الحديث سئل، سألوه أي الأديان أحب إلى الله؟ الليلة الأديان كثيرة، النصرانية دين لكنه باطل، اليهودية دين لكنه باطل، الصوفية دين لكنه باطل، الشيعة دين لكنه باطل، وغيرها من الأديان، كل أديان باطلة ربنا ما يرضاها ولا يحبها، لأن ربنا قال في القرآن إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام هو كما قال العلماء هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. وكذلك قال رب العزة والجلال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو الذي جاء به جميع الأنبياء، كل الأنبياء جاءوا الإسلام، الإسلام الصحيح الذي لا بدع فيه ولا شرك فيه، فأتوا بدين الإسلام، لأن ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحنيفية السمحة، والحنيف هو المعرض عن الشرك، الحنيف هو المعرض عن الشرك. لذلك امتدح الله إبراهيم عليه السلام، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانت وحنيف. وكذلك قال الله عز وجل في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء. فالإنسان عليه أن يتعلم الإسلام الصحيح حتى لا يقع في البدع، والحرب على الإسلام على أشدها ومتقدة، وكل من أهل البدع قد أخذ موقعه لكي يضرب الإسلام في أصل من أصوله. مثال ذلك الصحابة، الشيعة سبوا الصحابة وكفروهم لأنهم نقلوا لنا الإسلام الصحيح،
والصوفية سقطوا في أعظم شيء في الإسلام، وهو اتخاذ الأنداد والأرباب مع الله، فجعلوا لله أندادا وصرفوا الخلق إلى العبيد المخلوقين إلا من رحم الله. عشان كده قصائد مليانة، قصائد الصوفية ملانة، والأيام دي أيام بدعة منكرة، الاحتفال بعيد المولد، وما في حاجة اسمها عيد مولد أصلا، ده عيد ابتدعوا الشيعة، وتبعهم على ذلك المتصوفة والجهال من المسلمين. والرايات الشعيبة منصوبة في الموالد دي جاهزة لاستقبال الدجال. والله الرايات المنصوبة في الموالد والميادين دي جاهزة للدجال، لأن الدجال يأتي بأشياء وخوارق عادات، والصوفية أول ما يظهر واحد يقول لك ده قبره طلع مويه، اللعمة مشيل المكسر يمشوا على القبر. واحد تاني قالوا ده بيكوي الناس، الأمة كلها فاتت. واحد تاني يقول لك ده يعني صورته طلعت من القبر بيا برا، هاي طلع له باسبورت يعني، وشنو تطلع صورتك انت ما تطلع عديد شنو طالع بها وما بيطلع كذاب. وتاني المكاشف قالوا المكاشف، وده الايام دي الجماعه شغالين له، تلقاه صوره معلقه في السياحيات وفي البصات، المكاشف الشهير من التاخير مكاشفيه، الكشيف بحر نظيف، وعبارات كثيره. ومن دار من اكثر الطرق الصوفيه ما بيخجلوا من عقيدته اكثر. وتلقى الغريبه تلقى لك واحد عامل فيها سلفي وعامل فيها صاحب سنه، ويقول لك والله يا اخي انا ما كلام في الجماعه ده بيجيب لي مشاكل. يا ما يجيب مشاكل، اللي يجيب مشاكل ويجيب ضرب ويقتلوه بعدين، لانه في انبياء ماتوا في الشغله دي. انت قال الشغله دي هينه، ما وصل تجد الناس لكي تصرفهم عن الهتهم الباطله ما بخلوك. عشان كده اهل الكهف ربنا مدحهم بانهم اعرضوا عن دين ابائهم واجدادهم، انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. ابراهيم عليه السلام ناقش ابوه وناقش النمرود ابن كنعان، ودعا قومه لما لقاهم يعبدوا الاصنام، وكادوا له وارادوا ان يطفئوا دعوته، ولعوا له نار. انت ولعوا لك نار انت؟ المكيف تلقى شغال في الجامع وما قادر يتكلم، مكيف شغال وفيه كاميرات وفيه مكيفات وفيه ثلاجات جوا، تلقاهم ما قادر يتكلم. الغريبه والعفن يجي صوفي يتكلم فوق راسه، يتكلم في راسه من فوق، يقول انكر صفات ربنا وانكر اشياء من الدين وما يتكلم، اسكت ساي. يقول واحد من اهل السنه يتكلم، كفى 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 كفى، تقول ماسك نفسه تطلع طرمبه. يا لهم رد على الصوفي، انت شجاعتك دي رد بها على الصوفي، ترد بها على اهل السنه، تتجرع على اهل السنه. اسال الله العظيم رب العرش الكريم، ان كنت غير اهل للهدايه، أن يقصم ظهرك وأن يعمي بصرك وبصيرتك وأن يرين فيك آية تقر بها عن المؤمنين. مجرم ده العدس تعرفه؟ مجرم من المجارم الكبار في البلد هنا. تلقي في الأمة مغرب، وطبعا يشرح في الكتب، يتكلم في الصوفية، يتكلم بأمور، أقعد تغش. ده مخونة يتكلم في التوحيد وردم الشرك وتكلم في الخدمية، أول ما قال جاب كلام المرغني اول زول قام استحضر العدس اول زول. كفى كفى يا زول، انت اخونا همت قال له انت المرغني؟ قال له كفى ولا كلمه. قال له يا زول لا اقول الله قال الرسول ولا كلمه. قال له دورت مشكله داري يحرس فينا الجماعه الصوفيه، وده تحصل مشكله في الجامع. مجرم وزول يعني متلون ومتصرف على اهل التوحيد مرتين، عملته البركه دي عملها مرتين. عليته كان قاعد في الصوفي ده كسر ضلعه وريحنا منه. اقعد في الصوفي، صوفي انكر ايات ربنا ما تتسلط عليه، تتسلط على اخونا مجرم. فالمهم الا حاربوا الدين، كل اهل البدع حاربوا الدين، الشيعه والاخوان المسلمين والصوفيه وغيرهم وغيرهم. واخر اشياء اخر حاجه، الصوفيه ماتوا امريكا في اخر تقليعه يعني موديل 2010، فاتوا امريكا هناك
ليش لو ماشيين تبخي البيت الله بيها؟ أم الفقر اللي وضعمية دائرة الجنة الحاصل شنو يا صوفيا؟ ورونا الصوفية فاتوا هناك البيت الابيض مباحثات مع اوباما. اوباما وهو خايف 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 يكون حلقة ال 17 دي كاظمة نفسه. والله تأكد تماما انا متأكد حلقة التوحيد دي بتكون كتمت نفس اوباما والصوفية عشان كده جروا يشتكونا. علمين هنا فتح بلاء في اخونا وشيخنا الفاضل المزمل. بعد شوية حيفتحوا بلاء في اخواننا عبد الحليم ومشوك ومحي الدين في المحكمة الدولية الجنائية. ما اسوسنا علينا البلاغات وما بحلك يا صوفي تمشي لأوباما تجيبه هنا تطير تريك فرضم نرتمك ونكسر شبهاتك واحدة واحدة لأنه ما عندك أي حجة. ما عندك حجة على الشرك وما عندك دليل على الشرك. والتصوف لا علاقة له مع دين الله. رسالة لأوباما ورسالة للصوفية معه ورسالة للصوفية اللي قاعدين يطبلوا هنا ورسالة لأنصار السنة المخذلين ورسالة للأخوان المجرمين ورسالة لكل ربنا. ما في إنسان يقدر يواجه الحق بشبهات لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. ربنا قال فلنغزو بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون. ماشيين أمريكا لا يا صوفية. ما قلت إحنا يهود؟ يقول على السلفيين يهود. أها والدربورة إذاته هناك في حب اليهود ودى الكباسي في أحضان اليهود ودى ما عارف المنتصر لذلك الدجال الفضائي في أحضان اليهود يكون وما عارف بلو بلو كلهم هناك. أنا قلت لهم خايف وماما يقول لي ودى لذلك يقول له أنت سماني ونصراني أنا طمن الشرك لا عاتم يفصلنا اتحاد من أجل محاربة الدعوة السلفية. ما في سبب لأنه عقائد مشابهة عقائد الصوفية وعقائد النصارى متشابهة. ربنا قال تشابهت قلوبهم لأنه النصارى بيعبدوا عيسى عليه السلام والصوفية بعبد الكباشي وبعبد البرعي وبعبد البدر وبعبد الصايم ديما وبعبد حمد النيل وبعبد ما عارف المكاشف الشكاريبة دي كلها عالية وديالك بيعبدوا عيسى وديال بيعبدوا مجموعة. عشان كده واحد نصراني ناقش واحد من اخواننا في مجمع مسجد الخطيئة في بحري قال لي انتوا المسلمين ده عامل فيها باب صريح دار يدعوه. قال لي طبعا انت خش الاسلام وما الاسلام وهو صوفي. قال لي انتوا احنا قال لي انتوا المسلمين بتعبدوا مع الله ناس كتار ونحن بنعبد عيسى. الشغله واحده النصارى والصوفيه عقائد متشابهه دارت بيعتقدوا انه ممكن تستلم المغفره اذا عندك ذنوب تمشي لابوك القسيس ابو صليب ابويا الشيخ. والله طبعا انا وقعت ماشي في شارع مبدل النص لقيت واحده كده والمهم اجارك الله المهم وقعت في الفاحشه بقول له ادفع في الصندوق. البرعي قال برعي الزريبه قال احمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك يا كاشف الكروبي سلام عليك يا غافر الذنوب. ده كلام باطل. الذي يغفر الذنوب هو الله. لكن ده برضو الواحد يكون داري توب من الغنى من السبا امشي لابوها الشيخ زي واحد فنان اسمه خلف الله. خلف الله وقول لهم سوفا خلف الله وعوض الله وما اعرف ذاك منوه نانسي غبار نانسي عجاج ندى القرعة غيره كلهم سوفا. قالوا خلى اخذ الطريق من شيخ اللمين اخذ الطريق من شيخ اللمين احسن لك الغنى بتاعك ده مع انه باطل لكن اخف من عقايد اللمين لانه اللمين تابع طريق القادريه والطريق القادريه بتاعت المكاشي. قال صاحب الطريقه المؤسس بيقول في قصيدته بيقول انا الواحد الفرد الكبير بذاته انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. لذلك تشابهت عقائد الصوفية وعقائد النصارى عشان كده مشوا لأبوهم أوباما هناك وفعلا شيخهم أوباما وما تستبعد في ميادين المولد تلقى الطريقة الأوبامية الأمريكية النائب الرسمي محمد المنتصر اللي زين ما تستبعد لأنه العقائد واحدة يعني كفر ديالك عندهم كفر وديال برضو عندهم كفر ديال قالوا السماء بنوها زي ما قال لك أخوان المرغن يقول انا عرشها
والكرسي أنا، أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطيها. وتوبي غادي يقول أنا، أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق ويفنيهم أنا. ذاك يقول في قصيدته المشهومة عبد الرحيم الزريبة بيقول، قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وأنهت عطشانا وقد فاض بحركم. قال فأنتم عيار الله والأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله وكلكم تشاءون ما قد شاء لله ضركم. تبا لك يا أبو رعي الغوم، وتبا لمن يدافع عنك، وتبا لمن ينشر هذه القصائد وهذه الأشعار البدعية الشركية التي تدعو الناس إلى سلوك طريق جهنم. لكن لابد، لابد من الحرب، حرب المتصوف بكل ما أوتي من كل الإنسان بكل ما أوتي من قوة أن يجابه على التصوف، لأنهم نشيطين وما بك لا بيفتروا لا بكلوا لا بملوا. وبعض من يتصف إلى السنة زي ما قالوا الجماعة عندهم قنوات، قنوات قنوات شغالة تحت أنصار السنة وغيرهم، غيرهم شغالين. محمد المنتصر شغال زي الدجال الكبير، ده بيجوب الآفاق وده بيجوب الغنوات، ما بخلي له إلا إلا يخشها. ده الدجال الكبير، وده ما بخلي له غناء إلا يخشها. بعد شوية برضو ما بستوعب تلقاه في الاستجابة ولا في نور ولا في غيره، لأنه شغال في الغنوات دي كده، ينشر في الكفر وينشر في الشرك. وده القاعدين جماعة القاعدين، ضيفنا أهلا بك أنت بين أهلك، إنت وضيفك تقوم تحارب الدجال ده يا مجرم يا عاقل. قاعد تسوي شنو؟ شنو ضيفك وضيفك؟ وضيفك كما حارب الشرك فيه فائدة؟ انت وضيفك ما فيكم فائدة كما حاربت الشرك. لذلك تسلطوا على 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 وعلى الشباب واتهموهم من الاتهامات الكاذبة والباطلة، وفي واحد ما لا يقول الحق ما شوف ده بيفتخر بعقيدته وينشرها حمد المنتصر، وديان ساكتين. والله لو لو في واحدة قال واحدة بس ردوا عليهم باسمه كان نقول النزل يمكن يكونوا شغالين، لكن ولا غناء من غنواتهم ما قالوا محمد المنتصر هذا الدجال وهذا المجرم يدعو الى الكفر ويطعن في ائمه الاسلام ويطعن في العلماء الربانيين وينشر البدع وينشر الخرافات. وزول بيتحرك ما الا من رحم الله. لان يعني كذا لابد من مجابهه هذه الطرق الصوفيه ومحاربتها وكشفها. بعد ما يجوا من امريكا برضو، اول ما يجوا من امريكا تذكرهم في البلد دي، لابد تكون في حلقة عودة المتصوفة من امريكا. كانت في محاضرة المفروض تقوم الليلة لكن اجلت لدواعي امنية. فالمهم لابد نعرف، يعني الناس تعرف حقيقة الصوفية شنو وحقيقة الاخوان المسلمين وانصار السنة وغيرهم من اهل البدع، لانه ضيعوا وميعوا الدين باسم الدين. هذا وصلى الله وسلم وبارك وانعم. اقدم حديثي.